بسم الله الرحمن الرحيم. أحبائنا جماهير وأعضاء النادي الأهلي، في البداية أحب بس أن أنا أقول لحضراتكم أن النادي الأهلي عنده ثوابت. من ثوابت النادي الأهلي عدم الظهور الإعلامي كتير لأي رئيس نادي. من 1907 مش هتلاقي رئيس نادي، بس طبعا الإعلام كان قليل زمان، يعني مش هتلاقي رئيس نادي بيطلع إلا مرة كل سنة، ثلاث أربع مرات في الدورة كلها تقريبا، يعني ده إذا ظهر يعني. ولكن المرة دي كان لازم احنا نطلع نتكلم مع حضراتكم، لأن ده حقكم علينا، وفي نفس الوقت لتوضيح بعض الأمور اللي مصاحبة شوية بعض أو يعني الإخفاق الأخير اللي بيحدث. يعني ليه برضو؟ لأن حضراتكم الداعم الأول والرئيسي لكل منظومة النادي الأهلي. انتوا السند وانتوا الظهر، انتوا في الأوقات الحلوة متواجدين ومفرحانين وبتفرحونا كتير معاكم، وفي الأوقات الصعبة انتوا أول ناس مساندين. عشان كده أنا مش لاقي كلام أقدر أعبر بيه عن اللي جوايا لجماهير النادي الأهلي، وأنا بالذات حتى في زعل الناس حاسس بدعمهم، وحاسس بدعمهم اللي يعني الغير مسبوق. عشان كده ده بيحملني مسؤولية أكبر أنا ومجلس الإدارة، مش أنا بس. من فضل الله سبحانه وتعالى إنه أعطى النادي الأهلي جماهير عظيمة جدا، جماهير عظيمة في انتمائها، وجماهير عظيمة في إخلاصها، وجماهير عظيمة حتى في إظهار حزنها وزعلها. حق بقى الجمهور العظيم ده إن احنا لازم نطلع نتكلم ونحاول إن احنا أولا لتقديرنا لحضراتكم وتقديرنا لكل شيء بتقدموه لناديكم، وكمان ده واجبنا تجاه النادي وتجاهكم إن احنا نعترف بأي تقصير أو بالتقصير، إذا كان هناك تقصير وهو فيه تقصير تقصير، وكمان نسارع في الإصلاح. إن الناس اللي بتشتغل بجد ممكن تخطئ وممكن تغلط، مش ده مش عيب، لكن العيب إن احنا نستمر في ده، والعيب إن احنا ما نشوفش الغلط. احنا شايفينه وعارفينه، وعارفين إزاي بإذن الله وبتوفيق الله إزاي يتعالج هذا الخطأ. بس الدعم حضراتكم هو الدعم لكل كلمة هقولها النهاردة. وكمان قبل ما نكون مسؤولين، احنا من الجمهور الاهلي. يعني انا مش عايز اقول لكم واحنا صغيرين نلعب لسه في الشارع، يعني كويس، الحاجه الوحيده اللي كانت تبكيني وانا طفل صغير لو الاهلي اخفق او خسر، ده الامر الوحيد اللي ممكن يبكيني. عشان كده انا حاسس جدا جدا بزعل الناس، وحاسس جدا جدا بقلقهم. من هنا زي ما قلت احنا زعلنا مثلا بيبقى اكتر شوية لان احنا مسؤولين. اولا مسؤولين، وحنسأل قدام ربنا سبحانه وتعالى عن كل لحظة قضيناها اشتغلنا ولا ما اشتغلناش. هنسأل قدام ضميرنا لما نبص نفسنا في المراية كده، انت بتأدي الواجب اللي عليك ولا لا؟ وحنسأل من قدام جمهورنا. وزينا كمان في وقت السعادة وفي وقت الفرحة وفي وقت الانتصارات اللي هي الحمد لله كتيرة، في وقتها انتوا بتبقوا فرحانين بنا زيادة. فلما تيجوا كمان بقى في اي اخفاق يحصل، يكون في عتاب، يكون في لوم، احنا لازم نستحمل ده. ما احنا فرحنا بيكم او فرحتونا بيكم وبمشاعركم، طب وبعدين لما يكون في اخفاق انتوا، يكون في لوم، يكون في حزن، يكون في زعل، يجب ان احنا نتحمله، لان هو ده الحياه الطبيعيه، وده المقودي برضو من ضمن مسؤولياتنا تجاه نادينا وتجاه حضراتكم. بس انا قبل ما اتكلم في يعني النهارده ظهوري النهارده مع حضراتكم، قبل ما اتكلم في اهم النقاط اللي انا عايز اتكلم فيها النهارده، في عندي كذا نقطه الحقيقه، بس اهمها هو الفريق الاول لكره القدم. قبل ما اتكلم على الفريق وما حدث خلال ثلاث شهور اللي فاتوا دولت، عايز اتكلم على ارجع بالذاكره بس شويه لورا.
لما تولينا مسؤولية كنا برضو في وسط الموسم، وكنا بنفكر ازاي نعد فريق، ما فيش بقى قيد اللي هو قيد الوقت، القيد يعني بتاع اللاعبين، ازاي نحضر فريق وازاي نعد فريق للمستقبل، فريق يكون عنده من القدرات الفنية، او لاعبين عندها من القدرات الفنية وعندها من القدرات الشخصية انها تعيد للنادي الاهلي البطولة الاغلى على مستوى العالم، قارة افريقيا وعلى مستوى العالم، اللي هي بتحطك في مصاف الاندية العالمية الكبيرة جدا. بطولة افريقيا غابت عننا تقريبا 7 سنوات، فازاي نحضر لده؟ طبعا الاول بتوفيق ربنا سبحانه وتعالى بالدعم اللي حصل، وبفضل الله يعني دعمنا فريق الحمد لله بشكل كويس. اخر 6 سنين الاهلي بيصل لخمس نهائيات، خمس نهائي في البطولة الافريقية. مين في اوروبا وصل لخمس نهائيات ورا بعض، او مش ورا بعض، في خلال 6 سنين؟ مين في افريقيا غير الاهلي؟ بس خمس نهائي افريقيا او خمسة نهائي افريقيا بتكسب منهم 2، وفي بعض البطولات برضو لو فاكرينها وتسترجعوا راحت لظروف معينة، منها اخر بطولة راحت ازاي كلكم عارفين ظروفها، لكنك تاخد بطولتين ورا بعض من الخمس بطولات او من خمسة نهايات اللي انت وصلت لها، امر اعتقد انه امر يليق بالنادي الاهلي ان يصل العدد ده من النهايات، وفي نفس الوقت انه يحقق بطولتين ويفقد الحلم التاريخي بالنسبة لنا كانت البطولة الثالثة. نفقدها ازاي، وازاي كمان البطولة دي تروح للأسف بمساعدة ناس من مصر عن هذا الأمر، ده أمر غريب شوي، ولكن خلاص اللي حصل حصل. مع ذلك بقى نرجع للأربع سنين اللي فاتوا بتوفيق الله سبحانه وتعالى احنا حققنا، او النادي الأهلي حقق 12 بطولة. لو انت برضو جبت فريق في 4 سنين يحقق 12 بطولة ما بين محلية وقارية وعالمية، كأس العالم للأندية، اعتقد هيبقى الأهلي في مقدمة كل الأندية العالمية. مش هتكلم على مصرية او العربية او الافريقية، لا العالمية. وده اللي يخليكم تفخروا بناديكم، وما تخليش حد يشكك او يشككم في ناديكم وفي ولادكم وفي تاريخكم وفي مستقبلكم اللي جاي، اللي هم في ناس بتحاول تهد ده وفي ناس بتشتغل عشان تهد ده. لازم ناخد بالنا. لو بنتكلم على البطولات دي، النادي الاهلي الحمد لله حقق 3 دوري متصلين، النادي الاهلي الحمد لله حقق كاس مصر، حقق 2 سوبر مصري، النادي الاهلي 2 افريقيا، بطولة افريقيا لابطال الدوري البطولة الاكبر، النادي الاهلي حقق 2 سوبر افريقي، النادي الاهلي حقق 2 برونزية كاس العالم. ده كرم كبير جدا جدا من ربنا سبحانه وتعالى. وهنا برضو نقطة مهمة، أثناء البطولات دي وبطولة كأس العالم الأخير اللي الحمد لله النادي الأهلي برضو حقق فيه المرة الثانية على التوالي المركز الثالث، كان في نفس التوقيت منتخب مصر بيلعب في أفريقيا، معظم لعيبة الأهلي موجودة، وأنا حكيت الكلام ده قبل كده، لكن لعبتنا مش هتروح معانا، مش هتبتدي معانا البطولة. أول مباراة ما حدش ابتدى معانا عشان أفريقيا، تاني مباراة في 2 ولا حاجة احتجنا لهم، ثالث مباراة الحمد لله ولادنا لعبوا. لكن لما تعرضت الظروف أو المواعيد ما بين منتخب مصر والنادي الأهلي، منتخب مصر الأول، كلنا طلعنا وقلنا الكلام ده، لا منتخب مصر الأول قبل الأهلي ومصر قبلنا كلنا. هنا دور الأهلي في انه يدعم منتخبات بلده، دور الاهلي انه ما يعترضش لان دي بيمثل البلد، دور الاهلي الوطني ان هو يساهم بجد في مع البلد ومتمثله طبعا في كره القدم. هنا انا بقول دور الوطنيه، الوطنيه مش كلام، الوطنيه وحب الوطن هي أفعال، لكن مش كلام وطنطنة، لا
النادي الأهلي مختلف. عشان كده يمكن عايز أتكلم في اللعيبة دي اللي موجودين دلوقتي، اللي الناس كلها بتلومها، وده من حبهم، وأنا قلت اللعيبة الكلام ده من حب الجمهور ليكوا بيلوموكوا، وأنا كنت زيكوا كنت لاعب، من حب الجمهور ومن دعم الجمهور ليكم بيبقوا حزنين أكتر، لأنهم عايزين لكم شايفينكم أفضل من كده بكتير. لكن يا جماعة برضو عايزين نفتكر مع بعض حاجة مهمة جدا، نفس اللعيبة دي من 3 شهور بس هم في نهائي أفريقيا، نفس اللعيبة دي من برضو من فترة صغيرة جدا تقريبا 4 شهور مش متذكر طبعا يعني المعيد بالضبط، ثالث كاس عالم الأندية بأداء الناس كلها في العالم اتكلموا عليه، هم نفس اللعيبة. طب ايه اللي حصل؟ ماذا حدث يعني؟ ايه اللي حصل للعيبة دي اللي هم بس من 3 شهور الدنيا زي الورد يعني زي الفل يعني؟ طب ايه اللي حصل بقى؟ اللي حصل يمكن انا برضو بحكم تاريخي او بحكم خبرتي شوية، انت بتصل لقمة الهرم الكروي، قمة الهرم الكروي ده انك تلعب على بطولة عالمية، قمة الهرم الكروي ده انك تلعب نهائي افريقيا، ده القمة 5 سنين ورا بعض، 5 سنين اخر 6 سنين تصل للنهائي. اللعبة دي يعني ايه اللي حصل بقى؟ انك لما توصل لقمة الهرم ده ثم تنزل تاني عشان تلعب في مسابقات اقل شوية، لا الموضوع مختلف، احساس اللعبة مختلف، ذهنيا مختلفين، بدنيا مضغوطين. انا هتكلم في الحاجات دي دلوقتي مع حضراتكم مش بس عشان تبقى مبررات، انا في البداية قلت لك في اخطاء واحنا بنشتغل على الاخطاء دي، لكن برضو لازم احط قدام حضراتكم كل الامور بوضوح كامل. يعني عشان كده اخر 3 مواسم يعني هو من ضمن الحاجات اللي احنا اشتغلنا عليها او فكرنا فيها او حللناها، الكلام ده مش دلوقتي، لا الكلام ده حللناها وكنا متوقعين ان هيحصل هبوط في المستوى، متوقعين ده. ليه متوقعين دوت؟ وبنحاول نشتغل عليه، بس انت في وسط الموسم برضو مش هتعرف تعمل حاجه غير ان هي تحاول يعني توجد معنويات افضل للولاد، تحاول انك انت تشدهم اكتر، تحاول ان هم تحطهم على التراك، تديهم يعني دوافع اكبر. لكن مع الحاجات اللي انا هقولها لحضراتكم دي في صعوبه ان يظهروا بالشكل دوت. علشان كده 3 مواسم متلاحمه ورا بعض مفيش راحه اللعيبه بتاعتنا دي، رقم قياسي وغير مسبوق في العالم لعدد مباريات اي لعيب في النادي الاهلي اللي هم لعبوا كتير جدا واللي احنا ترانا نريحهم دلوقتي. عدد ساعات السفر اللي الاهلي وصل يعني عملها او خضها او راحها، السفر ورحلات طويله جدا، لانك انت الوحيد اللي بتوصل بس نهائي افريقيا، انت اللي وصلت اكتر واحد وصلت وورا بعض، فده طبيعي جدا انك انت يعني يستنزفوا الولاد دول يستنزفوا خلاص. كمان ضغط المباريات المحليه بقى، وهنا امر غريب جدا، يعني انت عندك نادي بيشرف الكره المصريه على مستوى القاره وعلى مستوى العالمي، كمان اضغط عليه محليا كمان، انت عشان تخلص الموسم بتاعك يا اخي، بس حاول توجد له فراغات، حاول توجدوا له فراغات عشان يستطيع ان هو يعني، انت بتعاقبه عشان هو بطل، بتعاقبوا عشان بيوصل نهائي افريقيا وبيروح كاس العالم للانديه، انتوا بتعاقبوه عشان كده؟ فده امر غريب شويه. حاجه تانية الاصابات، لما يكون عندنا عدد مباريات كتير، يكون عندنا سفر كتير، يكون عندنا تلاحم المباريات، يكون عندنا ضغوط المباريات المحليه، النتيجه ايه؟ نتيجه اصابات كبيره جدا وإصابات كتيرة جدا، وفي من ضمن الإصابات يعني عايز أقول اللاعبين اللي هم مش عايز كل لاعبي أساسيين، ولكن اللاعبين اللي ليهم دور بخبرة إزاي يدوروا الأمور، معظمهم وقع مننا. ده بالنسبة للإصابات كتير. في كمان بقى حاجة برضو مهمة مش هقدر إن أنا الحقيقة ما أتكلمش فيها، عوامل خارجية بتؤدي او بتستهدف احباط الاولاد اللاعبين، منها مثلا التحكيم. الحقيقه من السنه اللي فاتت
هو علامة أو تحت التحكيم ده بقى ألف خط وعلامة استفهام كبيرة. أنا مش بقول هو السبب بس، لا، أنا قلت أسباب كتير قبليه، وقلت إن إحنا ممكن نبقى مخطئين. لكن يا أخي أنت مخطئ، حالتك مش كويسة، إديني بس، خليك عادل، خلي يبقى في عدل، إدي الناس حقها. لكن من السنة اللي فاتت لغاية دلوقتي علامة استفهام كبيرة جدا، كبيرة جدا، بس كمان ومستمرية السنة دي، بس كمان بقى واضح للكل حاجتين، ان هناك اخطاء تحكيمية فجة كلها ضد الاهلي، ومجاملات، وهناك مجاملات في اتجاهات اخرى. بنطلب العدل بس، النادي الاهلي بيطلب العدل فقط. وفي الفترة دي كلها النادي الاهلي باع كتير جدا من الجوابات، كتير جدا، مش عايز اقول اكتر من 15 او ما اعرفش كام، بس اكتر من 15 20 جواب مثلا، انا مش فاكر كام بالظبط. مفيش حد بيرد، كله بيتكلم على التحكيم من السنه اللي فاتت والسنه دي. وكمان تابعنا الخطابات دي، احنا كلمنا المسؤولين سواء في اتحاد الكوره او في الرابطه، كلمت معاهم اكتر من مره، وكان كل كلامهم عندكم حق، بس ان شاء الله هنطور، بس يعني بما ده هيكون في تطوير في كل المنظومة بجواز تحكيم وحاجات تانية كتير. وان هم بيحاولوا ان هم يعني بيطمنونا. يعني في حتة مهمة جدا برضو عايز اتكلم فيها قبل ما اتكلم على العلاقة اللي موجودة في التحكيم والجوابات والكلام اللي احنا قلنا دي، مغادرة مدير فني في وسط الموسم، دي برضو من الامور. كوتش بيتسو موسوماني، راجل يعني بالأرقام وبالتاريخ حقق حاجات كويسة جدا، مين بقى اللي عمل حملة في الهجوم، الهجوم الضاري اللي عليه؟ عشان كده هحكي لكم حاجة صغيرة. كان في حاجة تبع الاتحاد الدولي في المغرب، وكان راجع الساعة 10 بالليل من الطيارة، توصل 10 بالليل، قابلت أنا والأستاذ ياسين منصور الساعة 11 ونص بالليل، وقلنا له احنا الفترة الجاية في الموسم عارفين، حللنا معاك كل اللي أنا قلت لكم ده، وعارفين ان ده يعني في حاجات كتير، حتى لو هناك أخطاء فنية لكن ده طبيعي، ده في كرة، ده كورة، محدش معصوم يعني. كلمنا معاه وقلنا له ايه الدعم اللي انت عايزه علشان الفترة الجاية ننهيها، لأن الفترة حاسمة في عمر المسابقة. مستر أو الكوتش بيتسو موسوماني فاجئنا إنه صحيا ونفسيا مش قادر يكمل. طبعا كان بالنسبة لنا مفاجأة، ومع ذلك اديناه 24 ساعة إنه يفكر لو سمحت، لأن إحنا محتاجينك، وفي نفس الوقت إحنا أي دعم ليك موجود. فخد الوقت الراجل فاكره، بس هو فعلا كان واضح ان هو صحيا بس اكتر منه نفسيا مش قادر. فجي بعد 24 ساعة اعتذر، ولتاريخه معانا احنا امور انتهت بمنتهى الهدوء. يعني ده برضو موضوع كنت عايز اقول لحضراتكم عليه، عشان برضو ناس تناولته باكتر من رؤية، اللي هم الناس اللي دايما شايفين ان احنا ازاي نوجد مشكلة جوه النادي الاهلي. في حتة برضو مهمة جدا، يمكن انا حاسسها برضو من ناحيه ان انا كنت لعيب كوره، اللعيبه زعلانه جدا وزعلين جدا على زعل الناس، وزعلين جدا بس منهكين الاولاد، الاولاد استهلكوا خلاص، فبيحاولوا يبذلوا اقصى جهد عشان يرضوا الناس وعشان يوفقوا، لكن هم فعلا مش قادرين. وعشان هم مش قادرين اللي بيتعور بقى واللي بيصاب واللي الكلام اللي احنا بنشوفه يعني. وكمان مفيش توفيق سواء بقصد او من غير، او يعني او من غير قصد او عدم توفيق لاعب في كوره بتاع، لكن ده بيسيبهم باحباط اكبر، فبيخلي الاولاد يعني بيشيلوا فوق عاتقهم اكتر. لكن انا طبعا مش بخليهم برده من المسؤوليه، لا، برده في الفتره زمنيه قصيره زي ما قلت 3 سنين ولا 4 سنين اللي فاتوا، بطولات كتير، عدد كبير، ممكن يكون حصل تشبع ذهني، وده طبيعي جدا، احنا كلنا بشر،
ممكن يكون حصل التشبع ده، والتشبع ده شيء طبيعي انت محدش يحسه، يقولك لا انا والله كويس، لكن انت مش كويس، انت جواك مش كويس، انت جواك مش قادر تعمل اللي انت كنت بتعمله، انك انت استرخيت، خدت الحجم ده من البطولات فرحت حضرتك بعمل زي يعني بقينا يعني مش عايز اشبهها بس بقينا الدنيا بقت اهدى شويه يعني. عشان كده يمكن في قرارنا الاخير اللي احنا في مجلس الاداره الاخير كنا فكرنا في الكلام ده وفكرنا فيه من فتره طويله، بس قلنا لا لازم نحاول شويه، نحاول شويه ان احنا خدنا قرار باللعب بالناشئين مع اللعيبه اللي ما لعبتش كتير، مع اللعيبه اللي راجعه من الاصابه، ده تقديرا وبشكر اللعيبه اللي هم استريحوا دلوقتي ان هم بقى لهم 3 سنين ورا بعض ورا بعض ورا بعض، انا حكيته اللي انا حكيته ده، فبشكرهم جدا. وقلنا بقى ازاي نديهم فرصه للراحه، ما يبقاش كمان للموسم الرابع التوالي كمان الناس كلها متواصله، اللي ما لعبش كتير يكون موجود، المصاب وراجع من الاصابه يكون موجود، والناشئين، بحيث ان احنا بنخلي المدير الفني يبص بصه كبيره على كل اللي ما لعبش كتير وما شافوش، اللي راجعين من الاصابه اخبارهم ايه، على الناشئين مين فيهم يستطيع ان يكون داعم للفتره الجايه للنادي. طبعا هنا المدرب يبقى متخوف شويه من النتائج، فاحنا يعني بنحل هذا الامر من النتائج، احنا يعني مش النتائج مش شايف المقام الاول دلوقتي، المقام الاول دلوقتي الاعداد للموسم الجديد، شوف اللعيبه بتاعتك المميزه او اللعيبه بتاعتك اللي يعني استهلكت الفتره اللي فاتت دي ازاي بقى يستريحوا شويه عشان يرجعوا بنشاط اخر وبدوافع اخرى وبقوه اكبر باذن الله مع اللي احنا بنحضره للفتره اللي جايه ان شاء الله. انا مش بعرف ان انا بسرد الظروف ديت ان دي مبررات، ده علشان جماهيرنا بس تبقى معانا في الصوره، تبقى عايشه معانا بالواقع اللي هنقوله، مش بالترتيبات والتوجيهات اللي الناس كتير بتحاول تزق جمهورنا يفقد ثقته في لعيبته في مجلسه في ناديه. خدوا بالكم يا جماعه من الكلام ده، انتوا النهارده ليكوا دور كبير جدا، ما تسيبوش اللي عاوز يهدم، انتقد بس ما تسيبوش اللي عاوز يهدم يهدم ناديكم، ده مش هيحصل باذن الله، باذن الله بيكم وباي انسان مخلص بيحب النادي باخلاص يشتغل للنادي ده. احنا بس بنقول الحاجات دي وسردناها قدامنا وحطيناها عشان نعرف نعالجها، طب علاج ده ايه، طب علاج ده ايه، ده علاج ده ايه، من ضمن العلاج اللي احنا كنا لازم نستريحوا الاولاد دولت خلاص، طالما البطوله بعدت شويه سواء بقى بقصد برضو او من غير قصد كويس يستريحوا بقى الاولاد. فاحنا حللنا كل الاخطاء دي وحطينا والسلبيات دي وحطيناها قدامنا علشان يعني نحاول بقدر الامكان ان احنا ازاي نشتغل على علاج كل هذه الاخطاء، وباذن الله في تدعيم قوي جدا بلاعبين برضو محتاجينهم الفتره القادمه في بعض المراكز، وده ما بيقللش ابدا من ولادنا الموجودين، بالعكس ده كلهم من اميز اللاعبين الموجودين، هم بس يستريحوا شويه، هم بس يعني ياخدوا نفسهم بقى شويه، واعتقد ان يعني ده هيبقى الموضوع هيختلف خالص يعني، بس يختلف خالص كمان لما يكون في عداله في التحكيم. وعايز برضو اطمن الناس ان يعني اللي جاي احسن ان شاء الله، وعايز اقول ان ممكن يبقى لكل حصان كبوه زي ما الناس بتقول. الاهلي في مدى زعل الناس وزعلنا ما تعودش ان هو يعني يبقى في اخفاق، لكن دي كوره، وعشان كده النادي الاهلي دايما بيلعب في المركز الاول على اي بطوله، وان شاء الله باذن الله العمل يعني بتوفيق الله سبحانه وتعالى والعمل الجاد دايما يكون الاهلي نمره واحد. هنا كمان دور شركه الاهلي لكره القدم، النادي الاهلي بقى له فتره طويله الشركه استلمنا رخصه الشركه او الشركات، بس الشركه بنتكلم على شركه الكوره دلوقتي، استلمناها من 10 ايام يعني، كنت رحت زرت السيد وزير الشباب والرياضه مشكورا لان كانت بيدرسوا بعض الحاجات، والحقيقه الناس اصدروا خلاص التراخيص يعني تخريص انه يشتغل بقى لنا فتره طويله جدا، فالنهارده بقت الشركه موجوده يعني بقوه في اداره منظومه الكره في النادي الاهلي بالتنسيق مع مجلس الاداره، انهم طبعا اي قرار بياخدوه لازم يرجعوا طبعا للمجلس عشان المجلس يدعم هذا القرار، وخاصه القرارات الاستراتيجيه يعني.
أنا كده يمكن كلمت شوية على الكورة، وده كان محور هام جدا في النقطة اللي كنت عايز أتكلم فيها النهاردة. دلوقتي عايز أتكلم على الزملاء في، أو مش الزملاء يعني، اتحاد الكرة المصري، إن كلنا أصدقاء وكلنا أخوات وكلنا في مسيرة واحدة وكلنا في منظومة واحدة، رفعة الكرة المصرية وتطوير الكرة المصرية. لكن اتحاد الكرة بلا شك موقع مسؤوليته إن هو انتخب علشان الناس، عشان يعني يطور الكرة المصرية من كل الجهات. وده والنادي الأهلي في الحتة دي هو جزء من جمعية العمومية للكرة المصرية. عشان كده احنا لينا الحق في ان احنا نتساءل، ولينا الحق برضو في ان احنا في المحاسبة، زي ما جمعيتنا العمومية في النادي الأهلي لها الحق انها تحاسبنا. ده حقهم، ناس اختاروك ودوك ثقتهم يحاسبوك بقى. لو اشتغلت صح بيشكروك، لو اشتغلت غلط بيحاولوا يعني يوجهوك، ده امر طبيعي. بس عايز اقف على اخر 3 سنين، مش المجلس الحالي ولا اللجنه ولا اللي قبليه ولا اللي قبليه. اخر 3 سنوات لاحظنا بعض الامور الغير مفهومه، واللي بقت طبيعيه، واللي بقت ما حدش بيحاسب حد. فاسمحوا لي ان انا اذكر بس بعض الامور، منها مثلا رسوم قيد اللاعبين. من غير المعقول يبقى في ناس بتدفع ويكون عليها مبالغ صغيره زينا مثلا، وكيف في ناس يعني ما بتدفعش وعليها مبالغ كبيره جدا، بس بتدفع بس عليها مبالغ كبيره. لازم يكون هناك في عداله، لازم يكون هناك في مساواه. انك بتضغطني بتاخد مني فلوس كتير رغم ان ممكن يبقى عليا برضو فلوس، لكن الناحيه الثانيه لازم تضغطها، او كل الانديه، انا مش بتكلم على نادي محدد، ما انت كمان انت بتضغطني فبتاخد مني يعني المال ده. طب وانا ببقى مضغوط، لان انا ليا برضو ان انا عاوز، عندي مشاريع عايز اعملها، وعندي نشاط رياضي عايز اصرف عليه، وعندي كوره عايز اصرف عليها، فانت بتاخد مني وده حقك. لكن كمان يبقى كلنا زي بعض، حط تايم كده، اللي مش هيسوي ده موضوع تاني، لكن ما يجيش واحد يسوي واحد ما يسويش. ضغط المباريات خاصة زي ما انا قلت قبل كده لمن يشرف الكرة المصرية على مستوى القارة، هو ده عقاب. انا قلت الكلام ده قبل كده بس انا حاططها في البنود. يعني مثلا نفتح المقر في يوم عطلة عشان نسجل لاعبين، موضوع برضو عجيب شوية. ان احنا، وده امر انا مستغربه جدا، لان انا سمعت مسؤول بيقول في الاعلام وعلى التلفزيون، احنا جالنا جواب، يعني المعنى ده يعني احنا جالنا جواب حرمان من القيد، بس نجحنا في التكتم عليه. نجح في التكتم عليه مع مين؟ هو جاب راح لمين؟ تساؤل بس. ومحدش عمل حاجه لما بيصرح بده، محدش بيعمل، مفيش حد بيقول اه ولا لا، ولا حد بيطلع يعلق حتى. القيد برضو في وقت الحرمان من القيد، ده موضوع تاني. خطابات التحكيم، انا قلت احنا بعتنا كتير جدا، وكلمنا كمان السنه اللي فاتت والسنه دي، وكلمت ناس مسؤولين في الاتحاد وناس وفي الرابطه للمطالبه بس بالعدل وتطوير التحكيم وحاجات تانية اللي انا بتكلم فيها، وطمنونا ان الامور دي كلها هتتعدل. كلام اخرها من خلال الشهر اللي فات ده اكتر من مره مع السيد المسؤول عن رئيس لجنه رابطه المحترفين، ده اخرها يعني، اخر محادثات يعني خلال الشهر اللي فات. لكن ما لقيناش رد فعل. احنا بنتكلم مش بس بنتكلم السنه اللي فاتت، بنتكلم في السنه اللي قبليها، وبعتنا خطابات بس ما لقيناش رد فعل. عشان كده مجلس الإدارة لما اجتمع اتخذ القرار اللي حضراتكم اعلن لحضراتكم في الفترة السابقة يعني او من يومين، يعني قرار اللي هو خلاص النادي الأهلي عمل ومشي زي القانون ومشي زي مع اللوائح، ما بنطلعش احنا كل يوم نطلع نخبط ونخبط في الناس، لا احنا ماشيين طبقا لمبادئ النادي الأهلي وقيم النادي الأهلي. هنا المفروض يقدر النادي الأهلي،
مش ما مش ما مش ان احنا ما نسألش. يا جماعة لازم الموضوع يبقى كده. هنا بقى حاجة تانية برضو. في البطولة الأخيرة الأفريقية حضراتكم عارفين كل الظروف اللي فيها. وأنا برضو طلعت في مؤتمر صحفي كان ضروري جدا أن أتواجه مع كل الناس سواء في الاتحاد الأفريقي أو الاتحاد المصري وما حدث. في نفس التوقيت ده لقيت أن السيد وزير الشباب والرياضة عمل لجنة من السادة المستشارين كلهم أجلاء قلنا النادي الأهلي سألونا وكلموا معانا وأكيد راحوا الاتحاد المصري وسألوهم وأكيد سألوا في كل حتة الاتحاد الأفريقي وكل حاجة. ثم تم إصدار قرار اللجنة المشكلة من خلال وزارة الشباب والرياضة. القرار إن الاتحاد المصري مخطئ وإن الإدارة التنفيذية في الاتحاد المصري أخطأت. طيب شاكرين. نعمل إيه بقى؟ سيد الوزير قال له ما يقدرش يحاسب الاتحاد المصري. النادي الأهلي بعد المؤتمر بتاعه حصل إيه من الاتحاد المصري بعد ما الأهلي اتكلم؟ وحصل إيه بعد من الاتحاد الأفريقي؟ الاتحاد الأفريقي بصراحة في منتهى بشكرهم جدا برئيسه لأنهم بعد المؤتمر إحنا قلنا لهم إحنا متضايقين من 1-2-3 وقلت لهم الكلام ده في النهائي الأفريقي اللي فات. الناس رئيس طلع رئيس الاتحاد الأفريقي بنفسه وقدم من الجمل اللي تشبه يعني إيه إحنا مقدرين جدا ضيق جماهير الأهلي وعندهم حق. احنا مقدرين جدا ديك رئيس الاهلي ومجلس ادارته وعندهم حق بس احنا ما جناش الا ممثل واحد بس اللي هو المغرب في استضافه. وانا هنا مش عايز حد من المغرب يبقى زعلان مني لو انا كنت رافض ساعتها ان انا اتكلم مع حد. لكن انا الحقيقه لان انا بقول ده انا الناس كلنا اصدقاء لكن ما ينفعش يكون في نهائي وتدي مميزات للفريق عن فريق. ما ينفعش الاتحاد الافريقي قال دوت وده شيء مقدر جدا لجماهير النادي ومجلس ادارته ورئيسه وكمان عملنا مقترحات خد بيها وبدل المباراه ان هي من مباراه واحده على ملعب محايد طبعا ما كانش محايد لكن عملوها من مباراتين. القيم الماليه قليله بيحاولوا يطوروها طلع قال الكلام ده واعلنوه. هنا موقف الاتحاد الافريقي موقف الوزاره واللجنه اللي شكلت وادانت فيه اتحاد الكرة والجهاز التنفيذي لغاية النهاردة محدش قال حاجة ولا حد اتكلم عادي خالص ومحدش بحاسب حد برضو يعني مفيش مشكلة يعني بس انا بقول لكم ان احنا ماشيين ازاي الوضع يبقى عامل ازاي طب احنا رايحين فين يعني. عشان كده بصراحة انا لقيت برضو من واجبنا كأحد أعضاء الجمعية العمومية لاتحاد الكرة المصري ان احنا نطلب يكون لنا بعض المطالب مش بس المطالب احنا قلناها في قرار مجلس الاداره اللي فات لا هناك مطالب اخرى موجوده كويس وقرار الاهلي اتبنى على المطالب دي كلها. مطلوب من اتحاد الكره المصري اللي احنا يعني الحقيقه بنكن لهم كل التقدير بخلاف اللي احنا بنقول دوت لا ده شغل بس الاعلان بكل شفافية عن كل المخاطبات الرسمية الخاصة بالأندية بما فيها من يعني منح أو منع زي ما مثلا منع القيد كده يعني. منظومة التحكيم تحتها زي ما قلت 1000 خط لا بد من التطوير الشامل والمحاسبة الواضحة للمخطئ. تنظيم مواعيد البطولات المحلية مع مراعاة الالتزامات القارية والدولية. هنا الأهلي كان الأكثر تضررا وأنا بتكلم هو للسنة الجديدة مش ممكن للأهلي أو غيره. تطبيق القانون واللوائح على الجميع بدون استثناءات الأحد دون الآخرين. ما ينفعش زي ما كانت مثلا في السيف اللواحي الرسوم القيد مثلا يعني. انا قلت قبل كده علينا احنا محتاجين نراجع انفسنا في الفتره اللي فاتت دي ونصحح الاخطاء. هنا برضو بطلب من الاتحاد المصري لكره القدم
محتاجين مراجعه السلبيات وقراراته ويبدا في فورا في الاصلاح او ثوره تصحيح. يعني الحقيقه برضو يمكن في موضوع تاني احب اتكلم مع حضراتكم فيه، برضو موضوع مهم جدا، وان احنا ما بنطلعش كتير فلازم نكون كل الامور واضحه. النادي الاهلي يعني الحقيقه بيحترم كل الناس وبيقدر كل الناس. النادي الاهلي ما بيخرجش كل يوم هنا عايز اتكلم عن الاعلام الرياضي. النادي الاهلي بيحترم الاعلام وبيحترم دور الاعلام جدا، ولا شك ان هناك يعني اعلام فعلا هدفه الاصلاح وليس الهدم. بس هنا احنا اتعلمنا في حياتنا الفتره اللي فاتت، اتعلمنا كلمه ممكن تبقى عامه لينا كلنا، اتعلمنا ان الكلمه امانه، وحمل الامانه شرف ومسؤوليه. بس في صوره كده واضحه لغالبيه، يعني الغالبيه الاعلام كتير، لغالبيه من اعلامنا الرياضي اللي احنا زي ما قلت لكم بنحترم هذا الاعلام الرياضي او الاعلام الرياضي بتاعنا يعني. بس في الوقت الحالي في صوره واضحه سواء الاعلام المرئي او المسموع، في قنوات واعلاميين انتمائهم طغى على مهنيتهم، وده أمر خطر جدا لأنه بيوجد إيه في الشارع. في الشك إن الأهلي، وإن هنا برضو هنا يعني حتى في السلبية يعني هنفتخر بالأهلي، الأهلي مادة دسمة جدا غير أي حد تاني، فاللي عايز يقيم برنامجه اللي عاوز يتكلم الأهلي. بس المستهدف إيه؟ إزاي نشوه الصورة؟ إزاي نحط إشاعات؟ ازاي نتكلم كتير؟ ده في ناس بتتكلم على الاهلي وما بتتكلم على نفسيهم. هو مفيش غير الاهلي؟ وده عمول، ده حاجه كويسه، ده فخر الاهلي والاهلاويه ان يكون الامر بالشكل ده. بس يعني الحقيقه الملاحظ برضو ان بقى في تجريح، وتجريح فج وبشكل يومي، وبرضو ما حدش بيحاسب حد. أنا شايف، أعوذ بالله من كلمة أنا، يعني إحنا شايفين زي ما كتير غيرنا شايفين، كتير جدا شايفين إن التجاوزات في حق النادي الأهلي والتقليل من بطولاته، وللأسف بيحاولوا يسفهوا من تاريخه وبينتهزوا الفرص وقت الإخفاق اللي هي الحمد لله قليلة لمحاولة التشويه دي. وكمان وبرضو ملاحظ، الأهلي المفروض يكون دي تقدير كبير جدا جدا وقت ما بيحصل على بطولات قارية وعالمية، بيبقى فيه طبعا وفي تهنئات طبعا، لكن مش بالقدر بتاع التجريح، ومش بالقدر ده خالص. يعني الوقت اللي فيه اخفاق قليل الناس بتبقى بتشتغل في كل الاتجاهات. هل ده مخطط؟ الناس لما بيكون الناس بتحقق حاجه كويسه، في ناس طبعا بتطلع وبتعمل حاجه كويسه جدا، لكن قليله، عايزين ننساها بسرعه. هنا الحقيقه ما عنديش يعني الامر اللي انا عايز اتكلم فيه، ما اعرفش سامحوني، يعني انا مش عايز اوصل او مش عايز كنت ما وصلتش، يعني ان ده بنرى بوضوح ان هناك تربص واستهداف. فين المجلس الاعلى لتنظيم الاعلام؟ انتوا فين؟ اشتكينا قبل كده، الناس بتجرح فيك كل يوم، وانت رديت مرة رحت عامل تحريم على الاثنين، وبعد كده اشتكينا
محدش بيعمل حاجه ومن غير ما يشتكي. مش مفروض يكون في تقرير عن الاعلام الرياضي اللي موجود ومتابعه ليه من غير ما حد يقول؟ نحافظ على شبابنا ونحافظ على بيوتنا يا جماعه. هو احنا فين من يكون الفاظ بتدخل بيوتنا من بعض الناس يعني وعادي غرضه ومحدش بيحاسب حد؟ ازاي يعني؟ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام المفروض يكون هناك دور أقوى من كده ومتابعة أكثر من كده وما تجيش على رد الفعل. خليك الأول في الفعل. أتمنى أن يكون هناك في نظرة حكيمة لإعلامنا الرياضي اللي أنا تاني برجع أقول إحنا بنقدره ونقدر منهم الكثير اللي هم بيقوموا به دورهم الجيد اللي هو في الصالح العام او صالح التطوير او في صالح النقد البناء. هنا بس برضو عايز اكلم جمهورنا جماهير الاهلي. النادي الاهلي بيتبع كل الطرق القانونية واللوائحية لاخذ حقوقه وصوته عالي في الحق. بعض بقى اللي مستهدف الاهلي يطلع ده ناس ضعيفه ده ناس مش عارف. النادي الاهلي مش كده. النادي الاهلي مش صريط اللسان. النادي الاهلي مش سباب ولا فاحش ولا بذيء. الاهلي اكبر من كده بكتير. برضو من المواضيع اللي عايز اتكلم فيها الحقيقه اعضاء الجمعيه العموميه للنادي الاهلي اللي هم ركيزه اساسيه مع عائله الاهلي او من عائله الاهلي. حضراتكم وضعتم ثقتكم فينا وكان وليكم حق علينا. كل لحظه بنحاول نطور ونحاول نوجد يعني نوجد حلول لمشاكل المشاكل اللي بتشاوروا عليها والامانه اللي تقتضي ان خلال الدوره اللي فاتت والدوره الحاليه اللي لسه ما عداش عليها سنه اعتقد ان النادي الاهلي في مكانه اخرى من حيث الخدمات والانشاءات اعتقد دوتي. في الدوره الاولى التزمنا بكامل البرنامج الانتخابي بتاعنا وكان في حاجات اكتر كمان اللي ما اتحققش منه بند ولا حاجه مش في ايدينا طبعا دي حاجات لوائحيه يعني لكن اكثر مما وعدنا به. الدوره الحاليه بدات من شهور وسمعنا بعض الشكاوي منها مثلا نشاط الرياضي وبدانا فعليا في التغيير لان احنا كنا حاسين بده ومحتاجين ان احنا فعلا نطور هذا الامر. النهارده النشاط الرياضي اذا كان دعم مدربين اذا كان دعم مدربين اجانب ما مش عارفين مين من مين فهم هياخدوا اللي هم عشان ينجحوا لازم يشتغلوا بما يعني الصح والخبرات بتاعتهم ممكن ان هي تساهم في اولادنا مع اولادنا الناشئين الطالعين الصغيرين. ده بيكلفنا كتير لكن ده مهم للنادي الاهلي الفتره اللي جايه. التنظيم الاداري برضه في النشاط الرياضي مهم في النادي الاهلي الفتره اللي جايه لان فعلا كان حاسين عندنا مشكله في هذا الامر. وان شاء الله بيتم التغيير ده او تم جزء كبير جدا منه باذن الله وكمان ان شاء الله يعني هيكون للافضل. نتمنى كده احنا بنسعى ونتمنى يكون كده. كمان احنا قلنا في برنامجنا الانتخابي للدوره دي ان مثلا يعني ان الاهل الشيخ زايد سيشهد اضافات انشائيه الفتره القادمه. احنا بدانا فعلا واذا كان هناك يعني اي تاخير ده لا تراخيص لا موافقات لازم ناخدها يعني لا موارد ماليه لكن مع ذلك اخذنا تراخيص المسجد والشغل شغالين في المسجد. المسجد شغال دلوقتي وبالمناسبه
اللي يحب يعني ده طبعا ده لحضراتكم يعني اللي يحب يساهم في المسجد، المسجد ده عمل خير يعني. لكن اوريدي احنا شغالين والمسجد شغال والدنيا ماشيه يعني الحمد لله يعني. تم برضو الحصول على ترخيص الجيم الجديد وبيشتغلوا فيه دلوقتي الناس. حمام السباحه الجديد خدنا الترخيص بتاعه، محتاج بس واقفين دلوقتي على بس اللي هي الرسومات الهندسيه ومش عارف الانشائيه للحمام او ابعاده وكده. الكلام ده هيجي لنا ان شاء الله مع بدايه الشهر الجاي، هيجي لنا من الاستشاري بتاعنا باذن الله وهينطلق برضو على طول. العمل جاري في المبنى الاجتماعي الجديد برضو في الشيخ زايد، هو بقى له فتره بس كان برضو في بعض الموافقات وقفتنا، وقفنا عشان في بعض الموافقات والتدفقات الماليه، لكن بدايته هو شغال ويعني ماشيين فيه كويس الحمد لله، او يعني بخطوات اكثر ايجابيه. كمان في ملعبين كره قدم انتهوا خلاص، بيتمهد دلوقتي بس الطريق عشان الدخول ما يبقاش من جوه النادي. هنعمل الملعبين دول، ننتهي الملعب واتفرشت واتنورت كل حاجه، بس بقى دلوقتي بنحاول نعمل طريق من بره ممهد بس كده عشان الاكاديميه كلها تروح من هناك، وما يخشش بقى اللي هم مش اعضاء النادي ما يخشوش من بوابه النادي. والملعبين دلوقتي بتوع الاكاديميه اللي جوه النادي ممكن دولت يكونوا بقى الاعضاء، يتحولوا اعضاء، بس مجرد ما تشتغل دي للاكاديميه ده هتقول بالكامل للاعضاء، هتبقى مساحات اعتقد مساحات كويسه. كمان يعني او احنا بنحاول نشتغل ملتزمين الحقيقه بكلمتنا مع حضراتكم، لكن في عنصرين مهمين انا قلتهم في وسط كلامي بس عايز اقف عندهم برضو. في عنصرين مهمين بيحكمونا يعني وخارجين على ارادتنا. الوقت اللي بيستخرج يعني الوقت اللي احنا بناخد بعض الوقت، مش احنا اللي بناخده بس في وقت كده يعني في تراخيص بتستغرق وقت طويل، احنا قدمنا عليها خدناها يعني بعد وده حاجه مش وحشه بس لازم يبقى في هناك، لان انت المخطط العام للنادي عشان تغير في مكان او تحط اضافه في مكان لازم تروح بقى لخطوات تانية بتاخد وقتها شويه، لكن الحمد لله قلت لكم التراخيص في الحاجات اللي انا قلتها خلصت يعني. كمان الموارد الماليه، الموارد الماليه محتاجين تدفقات ماليه ولازم نبقى واضحين وصراحه. اللي تم في النادي الاهلي خلال الاربع سنوات اللي فاتوا كويس عمره ما تم، فخد فلوس كتير جدا، ولسه هرجع بقى لموضوع التجمع كمان شيخ زايد. فاحنا بصراحه محتاجين تدفقات ماليه، بنشوف مواردها ازاي، بنحاول ان احنا نوجد ده ما هو احنا موجودين عشان كده، لكن لو اتاخرت شويه يبقى عارفين بس السبب، وما نديش فرصه ان احنا كلنا اسره واحده، حد يعني للاسف يزايد شويه على الموضوع ده. في كمان لينا مستحقات ماليه خارجيه احنا بنحاول نحصلها، لو اتوجدت اعتقد ان احنا يعني بس ظروف المجتمع كله، انا بعذر الناس مستروف المجتمع ظروف المجتمع كله، فبنحاول نحصل على مستحقات هتدينا دفعه في الموارد الماليه دي اللي هي ممكن تخلي الشغل يبقى اسرع شويه، نامل ان احنا ننجح في ده يعني. هنا برضو عايز اتكلم على الفخر الاخر للنادي الاهلي، نادي الاهلي الجزيره، نادي الاهلي مدينه نصر، نادي الاهلي الشيخ زايد، النادي الاهلي التجمع. قبل ما اتكلم بشكر كل اعضاء مجلس الاداره بتاعتي ان هم الحقيقه فكروا وخططوا وتحملوا حاجات كتير علشان التجمع يظهر للنور. استلمنا ارض التجمع وغيرناها عشان كان هناك يعني امر ما كان لازم تتغير يعني. وكمان تم دفع قيمه الارض ما يقرب من 700 مليون جنيه، يعني المفروض كلها 700 مليون، دفعنا نسبه كبيره جدا منها وماشيين على على ال يعني توقيتات الدفع يعني ماشيين عليها بانتظام الحمد لله. ده حوالي 700 مليون جنيه تم الصرف في الانشاءات اللي حضراتكم هتشوفوها كويس، ما يقرب من مبلغ يزيد عن 700 مليون جنيه، وصلنا دلوقتي 1.5 مليار تقريبا اذا ما كانش اكتر يعني. فانا بشكر الناس كلها فكروا وازاي ننطلق بهذا المشروع اللي
النهاردة احنا واقفين فيه على الفرش والظروف الحالية برضو نفس بقولكم الظروف اللي ممكن تتحكم فينا. الظروف الحالية الاستيراد صعب، ولكن احنا اوريدي حصل هذا الامر، والفرش دوت في خلال شهرين تقريبا النادي ده جاهز بإذن الله بإذن الله للتشغيل، وهتشوفوا حضراتكم منه برضو بعض الحاجات وانا يعني بعض الصور كده وانا بتكلم يعني. يعني برضو في يمكن امر اخر برضو احب ان نتكلم مع حضراتكم فيه علشان يضيف واقعيا الفخر للنادي الاهلي ولجماهيره ولاعضائه ولكل محبيه. النادي الاهلي يمكن في ازمه كورونا واجتياح كورونا الفتره اللي فاتت، النادي الاهلي تعامل مع الموقف دوت مما اثر عليه ماديا، وان احنا يعني في بعض المشروعات ممكن تبقى خطواتها قليله، ولكن لكل اعضاء النادي مثلا اكيد اتمنى من الله سبحانه وتعالى يكون لكم نصيب من الخير، فان احنا مفيش عامل او موظف في النادي اتاثر بفلوسه او اتاثر بمرتبه، مفيش واحد اتاثر الحمد لله رب العالمين. اللعيبه بس برضو استحملوا معانا شويه ان احنا قسطنا لهم فلوسهم شويه، لكن ما حدش اتاثر. حتى النادي الاهلي كمان من ضمن الحاجات انه ازاي يعني كل المجلس ازاي كل واحد قدم رؤيه وقدم فكر ازاي نتحمل الفتره دي، بس الناس اللي هم يعني هي اكثر احتياجا شويه ما يكونوش متاثروش. عشان كده اشتغلنا ده ومش منتظرين اي حاجه، لكن الجوائز والتكريم اللي بيجي لنا من الخارج الحقيقه بتخلينا فخورين بده. ان مثلا تكريم في ديسمبر مثلا يعني او يعني في من سنه ولا من سنه ونص، تكريم النادي الاهلي بوصفه نادي القرن الافريقي والاكثر تتويجا بالبطولات في الشرق الاوسط، ده اللي تم في الامارات دبي، وكمان جائزه الشيخ محمد بن راشد للابداع الرياضي، جائزه الابداع الرياضي لأفضل مؤسسة رياضية في الوطن العربي. ده أمر يعني الحقيقة ناس عاد بيه، والناس برة حاسين يعني حاسين بدور النادي الأهلي في أمور كثيرة، إذا كانت إداريا ولا رياضيا ولا في الناحية اللي فيها خير يعني. ومع ذلك ناس بشكرهم جدا لتكريمهم المتتالي. كنت أتمنى أن يكون التكريمات دي يعني بتاخد حقها داخليا، ما ينفعش يبقى خارجيا الناس بتكرم النادي كويس والنادي يقف على مصر يعني على منصات التتويج قاريا وعالميا في كاس العالم للانديه، ويبقى هناك من هم من يمكن ده يثير بعض الناس بقى او يعني اثار بعض الناس لازاي نصل لتهميش ده او نصل ل يعني بقى معناه عدم اخذ الحق في هذا الامر يعني. يعني بي بي يعني كنت اتمنى يكون هناك في يعني صوت اعلى واقوى ونفخر جميعا كمصريين ان في نادي مصري وصل لهذه المرحله. حاجه تانية برضو عايز اتكلم مع حضراتكم فيها، الشركات. من فتره طويله واحنا انشانا شركات كان من اهدافها اللي هو تطوير الاداء التخصصي بقى في موضوع معين وسرعه الاداء، لان ما عادش محتاج ان احنا لازم ناخد موافقات. وهنا طبعا بشكر برضو تاني وزير الشباب والرياضه انهم ادونا تراخيص الشركات دي من اسبوعين او من 10 ايام او اسبوعين يعني، فالناس ابتدت بقى تشتغل خلاص. مش كل الشركات، خدنا شركتين وفضل الشركه لسه ان شاء الله هيطلع ترخيصها قريب جدا. اهداف الشركات تطوير الاداء التخصصي والسرعه في الاداء، تدعيم الموارد بالنسبه للنادي، ال نقطة مهمة جدا وهي الأهلي ليس للبيع، الأهلي ملك
لجماهيره وأعضائه. النادي الأهلي مش للبيع ومش ممكن يكون للبيع. النادي الأهلي لجماهيره ملك جماهيره وأعضائه. يمكن برضو ده كان أمر يعني كنت بحاول بس أن أنا نشوف كده شكل ودور النادي الأهلي في الفترة السابقة، وإن شاء الله يحاول النادي الأهلي أنه يكون دايما في منصات التتويج سواء التكريم أو التتويج بإذن الله، بإذن واحد أحد إن شاء الله. كلمة أخيرة للعنصر الأهم والفاعل الحقيقي في منظومة نجاحات النادي الأهلي، وهي جماهيره أو جماهير الأهلي العظيمة. يعني يا جماعة، لو في حد أو هناك من يتحالف للعمل ضد الأهلي، هتفضلهم أنتم الداعم الأول، هتفضلهم أنتم الحصن والأمان، هتفضلهم أنتم برضو الشريك الأساسي لانتصارات الأهلي والحمد لله كتيرة، وهتكونوا برضو أنتم الظهر والسند وقت الإخفاقات والحمد لله قليلة. في الحقيقة والكلام ده مهم جدا، الوقت ده محتاج تكاتف كل عناصر نادينا والمحبين بإخلاص، وعلينا احنا كمان كمجلس إدارة نشتغل ونشتغل ونشتغل. ده حق الناس علينا وواجبنا تجاه الناس. وقبل ما انهي كلامي برضو حتة مهمة جدا، مش عايز حد ينسى ان النادي الاهلي نشأته 1907 نشأة وطنية، اساسها الوطنية، ومش هنسمع لحد ابدا يزايد على وطنية الاهلي وادارته وجماهيره. وهيبقى الاهلي باذن الله داعم لكل مؤسسات الدولة وداعم لقيادات الدولة والقيادة السياسية. محدش يزايد على الأهلي، وخلوا الإعلام والإعلام ما تدوش فرص لحد يزايد. في النهاية بشكركم جدا على وقتكم وعلى صبركم وعلى دعمكم، وربنا سبحانه وتعالى ولي التوفيق بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.